ايوا يا الخوت، كنت كاسمه بيا ما عليا، مشيت لكولومبو باش اكستاند فيزا، وكبقيت كنفكر وقلت نخرج من هاد البلاد هادي. هاد البلاد ماشي ديال رمضان، علاش اليوم البارح قطعت التيكي واليوم غادي لواحد الدوله جديده ندوزو فيها شي مازال في رمضان، نشوفو الاجواء كيفاش دايره تمايا ودوزو فيها العيد، وعلاش لا نكتشفوها. المهم سالينا مع سريلانكا، وطبعا المهم راكم عارفين الاسباب اللي خلاوني نخرج من هاد البلاد، ازمه اكل. المهم فاش كتكون صايم هنايا كاين شي بلايص سياحيين تيخصهم واحد الجهد شويه، بحال مثلا شي بلاصه فيها الهايب، فاش كنمشي ديك البلاصه وانا صايم كنمشي غير دوك البلايص اللي ساهلين حيت كنكون صايم، وهادشي ما كيخليكش تصور المدينه مزيان وتبارطاجيها كامل، يعني تعطي واحد الفكره مزيانه عليها وتزور الاماكن اللي مهمين فيها. عشان قررت ناجل الرحله ديالي هنا في سريلانكا اللي اصلا دوزت فيها شهر، ومهم الفيزا ديالي غتسالى في 6 في الشهر. علاش قلت ناجل هذه الرحله هذه، نمشي دوله اخرى ندوز فيها شي مزال في رمضان، سريلانكا عاوتاني نرجعو لها. اهم البلايص اللي كنت باغي نشوفهم هنا في سريلانكا مازال ما مشيتش لهم، بلايص اللي في شكل، بلايص اللي في واحد الثقافه. المهم دوك الحوايج الرئيسيين اللي خلوني اصلا نجي لسريلانكا مازال ما مشيتش لهم. علاش غادي ناجلهم؟ حيت كيحتاجوا واحد الجهد، كيحتاجوا انك تكون بالانرجي ديالك كامله. Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon.